أطلقت الولايات المتحدة وروسيا والصين بعثات فضائية مأهولة إلى المريخ والزهرة بحثاً عن عنصر الإيلوديوم النادر لإنقاذ الأرض من الهلاك، غير أن وكالة الفضاء الإماراتية أقدمت على خطوة فائقة الجرأة والخطورة، فدربت فريقاً شجاعاً من رواد الفضاء الأكثر تقدماً تكنولوجياً في العالم. شغل نظام الدفع بالليزر. يا الله، سبحان خالق الأكوان. حصلنا الإيلوديوم، قربنا ننجح يا شباب. شوف يبا رسمتك. يا الله وايد غاوية، مشكورة حبيبتي، يا ليت لو كنت وياي في هاي الرحلة. تابع المحاولة أيها الحمقى، اجمعوا الإيلوديوم الثمين وحين تكتمل مهمتكم سأنتزع منكم وسيدرك سكان الأرض الثمن الحقيقي لإنقاذ كوكبه.